اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. أكلة أمي النهاردة مع العشرة الأوائل من الشهر الكريم، كل عام وحضراتكم بخير، أتممناهم النهاردة على الخير والحمد لله. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل إيه. النهاردة المطبخ الشامي مشهور فيه أكلات كتيرة وتعالوا نتعمق فيه. في أكلة مشهورة في الريف الشامي اسمها شيش برك ولبن أمه وشكرية، دي مدرسة الطبخات اللي هي باللبن. فهنعمل النهاردة شيش برك باللبن، هو مدرسة من الآخر. العجينة لازم ما تفكش ولازم الحشوة جوه تبقى لها طعم، حاجة زي الرافيولي كده، وبياخد طبخة لبن، واللبن ده حساس شوية، لازم ما يبرغلش منك وما يفرطش منك، وياخد الكزبرة صح وياخد النعناع صح. وإزاي نعمله صح؟ هنشوف نعمله مع بعض إزاي. أكلة صعبة شوية ولكن عايز حضراتكم تتعلموها لأنها قيمة غذائية عالية جدا. معانا النهارده الفاهيتا من المطبخ المكسيكي، بخف الدم مصريه. معانا لحمه متقطعه شرايح زي الشاورما، هنعملها النهارده بخبز الفاهيتا ونشوف نقدمها لحضراتكم ازاي، ممكن مع جبنه مع طماطم مع الوايت صوص حسب الرغبه. معانا النهارده السمبوسه بالدجاج، كتير مش بيحبوا اللحمه. السفره بتاعتنا النهارده عليها نوعين من اللحمه بشكل مختلف. هنعمل سمبوسه بالدجاج النهارده بفليفر ومميز جدا، ونقدر نضيف لها جبنه برده حسب الرغبه، ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. ولكن المفاجاه معانا زي كل يوم، معانا النهارده صينيه كنافه مش هتستوي في الفرن. الكنافه هنسويها على عيد البوتاجاز، اسمها كنافه مفروكه بالقشطه. هنعملها النهارده مع الفوز الحلبي والشربات او العسل، ونقدمها لحضراتكم عشان اللي ما عندوش فرن يقدر ياكل كنافه، ومش هرميلكم من حاجه. تفاصيل كتير زي ما قلت لحضراتكم، لان رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. احنا كمان عندنا على شاشة القناة الاولى تفاصيل كتيرة لبرنامجنا اكلة امي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل زي ما قلنا لحضراتكم. تعالوا شوفوا مع بعض خط سير الحلقة هيشتغل ازاي. معنا الفاهيتا دي هتاخد وقت كبير في السوى، لان اللحمة هتتبل والخضار هيتقطع جوليان، وهتنزل على الجريلا تستوي، وبعد كده تكمل سواها ونلفها في سندوتشات فاهيتا اللي هي معانا دي كده اهو. ده شرح نظري بس للأكلة. ده بيتباع في اي سوبر ماركت، ممكن بديل له العيش الشامي، تجيب العيش الشامي اللي معانا ده كده. بس انا بريح حضراتكم علشان تفاصيل كتيره. تقول يا شيف انا عايز اعمل الاكله دي بس انا في المنطقه دي ما فيهاش العيش اللي معاك. لا خالص، هتجيب العيش ده وتقطعه نصين كده، تفتحه نصين وتستخدميها بدل خبز الفاهيتا. بالشكل ده كده زي الشاورما، عيش شامي اهو، بديل ليها وزي الفل. والله العظيم ده هيبقى احسن من ده كمان. بس احنا بنعمل الاكله بتفاصيلها عشان لو حد بيتابعنا في المكسيك اكله امي يعرف ان احنا شغالين صح. ادي اللي فيك الخبزه ده موجود، ده التورتيلا. حلو الكلام، ماشيين مع بعض خطوه خطوه. ولكن عايزه تعمليها في البيت في الصعيد في الريف المصري، تتعمل بالعيش ده اللي هي الفاهيتا المكسيكي. هنخلي ده على جنب ونشتغل مع بعض. المقادير على الشاشه، فاهيتا لحم متقطع شرايح، حلو الكلام، ومعانا كمان بصل وفلفل الوان وسكينه حاميه وبصل وتوم عينيا، حلو الكلام. وتعالوا شويه نستعرض تقطيع الايه الخضار مع بعض كده في بوله حلوه، علشان ده سر في الموضوع، لازم يتبل قبل ما نحطه طبعا مع اللحمه. اللهم صل على النبي. البصل والفلفل والحاجات اللي احنا بنقطعها مع الفاهيتا ديت، احنا اللي اخواننا في المكسيك مش بيساووا الخضار والسين تسويه كامله، بتلاقوا كده بس يدبلوا مع اللحمه، ومجرد ما هو يشم البخار بيطلع من النار على طول. حلو الكلام، عشان كده بتلاقوا لون الخضار في قلب الفاهيتا لون حي كده وصح. نفس الموضوع ده احنا هنتبعه دلوقتي. ده الفلفل الالوان، وفلفل الالوان يعني مطبخ مكسيكي على طول. طبعا ما تبصوش الفلفل، بيحطوا لي الشيف معاه فلفل من غير بذر، لا ده من ضمن الميزنبلاس او التحضير اللي بتحضر لي ان الحاجه تبقى نظيفه معايا وزي الفل. ناخد الخضار ده زي ما هو كده، بتقطع بالشكل ده كده اهو. اللهم صل على النبي. ولازم يتقطع بطريقه معينه علشان ما ياخدش وقت كبير في السوى. حلو، خلصنا من الفلفله، نخش على البصل. في فلفل اخضر برضه هنقطعه بنفس الطريقه زي الفل. هذا البصل احمر ابيض مش مشكله بالشكل ده كده.
الأكلة دي ميزتها إن بتحتوي على كثير من الخضار، فلفل ألوان يعني فيتامين سي، بصل يعني مضادات أكسدة ويحرق الكوليسترول والدهون اللي موجودة في الجسم. التوم طبعا أساسي في الأكلة بتاعتي، مش محتاجين إن احنا نتكلم عنه، بيخش في كل الحاجات الصحية طبعا، احنا كلنا عارفين التوم. فأصبح إن الأكلة دي طبعا مفيدة، ويا ريت إن احنا نعمل معايا كمان بصل أخضر. ببص بعينيا كده لقيته، حلو ده، يخش على الفاهيتا طبعا، ما اقولكيش ده بقى، بصل الاخضر ده بقى اللي هيديها ايه؟ طعم تاني خالص. وده مش موجود في اي بقعه في الارض غير عندنا بالطعم بتاعه للامانه يعني. ده التتبيله بتاعت البصله، هي دي الاساس، والفلفل الاسود، وخلص الكلام. هنشيل دول كده، وتعالوا نحط الخضار ده على جريلا سخنه، شويه زيت زيتون، بس خلاص اهو، والخضار ده جاهز بالشكل ده كده. ده خضار الفاهيتا. فرصه هنا بقى ونقول محطه الابداع، هنا معاك خضار بالشكل ده كده، ممكن تعملي صينيه سمك لطيفه حلوه بنفس الخضره دي كده، وتحطيها تحت سمك بولتا وسمك بوري وتدخليها الفرن. تاخد الخلطه دي تحشيها جوه السمك وتدخليها الفرن. تاخد الخلطه دي تحشيها جوه فراخ وعايزه تشوي فراخ بنفس الطريقه وفي الفرن، وهكذا. طالما الخضره دي عندك زي الفل. الجريلا موجوده عندنا، هنطلعها من الفرن بسرعه، درجه حرارتها عاليه، خلي بالك، تخلي بالك اهو بالشكل كده. اللهم صل على النبي. وتنزل هنا الجريلا قدام حضراتكم. عندك طاسه، مش لازم الجريلا الصعبه ديت، وننزل بالخضره دي كده زي الفل. دي الفاهيتا. اخبار اللحمه يا عم الشيف، هتستوي ازاي؟ هو ده الكلام. معانا زيت شديد الحراره، انا عايز بقى اكسب وقت، اعمل ايه؟ الخضار نخليه كده على النار. بالخطوه دي انا شغال بقى زي الفل. معانا اللحم بتاعتنا متقطعه جاهزه. باخد اللحمه دي يا عم الشيف زي ما هي كده في بوله زي دي كده، وتعالوا نشوف هنتبلها ازاي، ونتبع خطوات اخواننا في الصين لما بيجوا يعملوا للتشاينيز. اللحم بياخد نشا، وبعد كده ياخد التتبيله وينزل في الزيت يتحمر، ونقدر ان احنا بقى نحط له الصويا صوص وتبقى الاكله صيني. اللهم صل على النبي. مطبخك لازم تقفي فيه رايقه وفايقه، وتقدري انت عارفه بتعملي ايه. ادي اللحم اهوت، لحم الشاورما، بتخلي الجزار يقطعها لك او انت بتقطعيها مفيش مشكله. تجيبي حته لحمه ملبسه بالشكل ده كده اهي زي الفل، وحط عليها سنه خل صغيره، شويه توم صغيرين، ركزي في الحته اللي جايه دي بقى، شويه نشا صغيرين من غير توابل خالص، لان التوابل عندي على البصله. وانزل بوب زي ما هم كده اهو في قلب الزيت شديد الحراره. واستوت الفاهيتا معاكي بطريقه سريعه وبسيطه وسهله. يلا مع بعض، يلا صلي على الحبيب، قلبك يطيب. في قلب الزيت بالشكل ده كده. وزيت هادي، ما يكونش زيت شديد بالطريقه ديت، زي ما انا شغال كده. يوم معاها الزيت كده علشان ما كمان ما تستويش بسرعه وتتحمر معاك بسرعه. انا عايز اللحمه تستوي، تنزل على الخضار بتاعي، ادخلها الفرن، اطلعها الفها في سندوتشات، اقدمها زي ما هي مع بطاطس مقليه، اقدمها مع جبنه حسب الرغبه. ونسيب دول يتحمروا كده زي كده بتحمر بطاطس، بس وجود النشا مع اللحمه بيخلي لك اللحمه دي كريسبي ولطيفه وحلوه، وكمان ما تشربش زيت كده. الفاهيتا في مراحلها خلاص قربنا نطلع بيها. اخبار اللحمه ايه؟ هو ده. فتبص على اللحمه كده يا شفيق حبيب والديك، اهي اهي اهي، ايه رايك؟ لحمه عصافيري اهي 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 اهي. اخدتك من عشيش برك على اللبن على طول، على الفاهيتا. تنزل اللحمه على وش الفاهيتا زي الفل، ونقلبها كده
ايه الجمال ده يا شيف؟ ايه الحلاوه دي؟ انا بحط اللحمه على الجريله تنزل لي ميه وتنزل الصوص، ده خلص الفايته اهي. اهم حاجه تتبيله البصله. نفتح الفرن، ندخل الفايته تكمل سواها عشان نكسب وقت. عينيا، حاضر. الفاهيته في قلب الفرن، خطوات سير العمل. فاهيته في قلب الفرن هي بتستوي. تعالوا مع بعض نشوف الفرن ده اخباره ايه. جاهز يا فندم. حاضر عينيا. الله يستر. ايه يا استاذ رحاب النهارده؟ تاني السؤال ايه؟ بوري سنجاري. حاضر عينيا، احلى بوري سنجاري. طب نبص على الفاهيته كده ونصلي على الحبيب. نبص على الفايته اللي استوت الحلوه ديت اهي. عينيا عينيا، نشيل ده من هنا بقى. ابا بس الاخضر ده عايز فول، شيله من هنا خالص. حلو، ورينا كده الفايته دي ايه يا شيف مغاز. دي اللحمه استوت والفلفل استوى والخضار استوى. لما بقول المطبخ رؤيه فن ابداع مش من فوق. اهي دايبه دوب الفلفله مع اللحمه. لفها بقى سندوتشات. ماشي، نخليها زي ما هي كده زي ما انت حابب. الله، اللهم صل على النبي. اهم حاجه اهم حاجه تتبيله الفلفل يا شفيق واللحمه. اللهم صل على النبي. البعض بياكلها مع جبنه موزاريلا والبعض بيحب ياكلها مع جبنه شيدر. اخوانا في المكسيك بياكلوها مع الشيدر. انا صراحه عايز على الفطار كده من غير جبنه، عشان تقفلني الجبنه على فكره. الجبنه دي ممكن اكلها مع سمبوسه مفيش مشكله. نخلص قصه الفاهيته. عايز اعمل حاجه بس ضروري يعني. سندوتشات فاهيته لان الاطفال بيحبوا السندوتشات على الفطار. حلو؟ معانا صوص طماطم، ومعانا خبز الفاهيته اللي شفناه من شويه، ومعانا نلف كده كام سندوتش مع بعض بعد اذنكم. ده مهمه جدا على فكره. يا ويلي يا ويلي، طبق زي ده كده ما هي القطايف طالما دخلت على الحادق، عشان نبقوا فاهمين بس، زي عجينه الشيش برك دلوقتي، العجينه بتاعت الشيش برك. لفيت اللحمه جواها وسقطتها في لبن. انت عملت قطايف باللحمه المفرومه يا ست الكل، مفيش مشكله. عندك كاتشب، عندك صوص طماطم بتاع البيتزا، الصلصه بتاعت البيتزا، التوبنج بتاع البيتزا، ينفع برده مع القطايف اللي باللحمه تبقى زي الفل. جميله. شفت انا بعمل ايه؟ دي الفاهيته اللي حابب ياكلها كده. سندوتشات فاهيته ممكن تحط جواها جبنه حسب الرغبه. السندوتش ده عايزه مصطفى اهو. على فكره اخواننا في المكسيك بيحطوا هنا لبنه مع الحشوه دي او قشطه زي ما احنا حابين كده. الفاهيته اهيت، دخلها الفرن قبل الفطار بدقيقتين تبقى لطيفه وحلوه كمان. تقدميها على السفره بتاعتك، ممكن تحط جبنه شيدر، تحط جبنه موزاريلا، جبنه اللي انت حباها، مفيش اي مشكله اهو. ده نوع من انواع الفاهيته برضه. نخش على اللي بعده عشان ايه نكسب وقتنا. مقادير الشيش برك على الشاشه. شيش برك باللبن، ازاي نعمله مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. معانا لبن زبادي، حلو، ومعانا كمان عجينه عباره عن كوب من الدقيق بياخد رشه ملح صغيره. نخليهم كده مع بعض حبايبي اهو. مقادير الشيش برك يا شباب، يا شباب افندم اهو. لحمه مفرومه، العجينه كوبايتين من الدقيق بياخدوا رشه ملح وميه دافيه بنعجن العجينه. معانا اللبن الزبادي، معانا بنفك اللبن ده بتجيب 10 علب 8 علب ايا كان حسب عدد افراد الاسره، واللبن الزبادي جاهز معانا. معلقتين دبس الرمان، بصلايه ناعمه، شويه بقدونس حلوين، فص توب، وكزبره خضراء للبن، وكزبره خضراء للبن موجوده مفرومه معانا. هي دي مقادير الاكله من الاخر كلها. العجينه بتتعجن وبتسيبها على جنب تتخمر. هبدا افرد العجينه مع حضراتكم كده ونشتغل فيها واحده واحده كده علشان الاكله دي حساسه شويه. الفاهيته بتستوي على النار، انا عايزك لما تقف في المطبخ بنفس الطريقه، فاهيته على النار وبتشتغل في شغل تاني. هنفرد العجينه مع بعض واحنا شغالين. نجيب نشابه
أكلة الشيش برك دي بقى إيه؟ لما حد بيعملها بتبين علامات كتيرة إن ست البيت أو الشيف ده شاطر. أولهم إن العجينة ما تفكش لما نيجي نسويها في الفرن ونلفها بالطريقة المعروفة، عشان لما نقعد على السفرة اللي ياكل منها يقول لك ده شيش برك. إيه علامات الأكلة؟ أنا مثلا الفاهيتة هقدمها دلوقتي. الطبيعي أول ما أشوفها أقول دي فاهيتة، لأن لازم تاخد شكل الفاهيتة بألوان الفلفل بالتركيبة اللي عاملها بالشكل ده، مهم جدا. كذلك أكل الشيش برك، اللفة نفسها بتاعة العجينة لازم يتقال عليها شيش برك. العجينة بنفرتها رقيقة جدا، مش عايزها سميكة. أريح العجينة، أريح العجينة يعني إيه كده؟ تاني عشان ما تبقاش تخينة معايا، ما بقاش باكل عجين وخلاص. زي الفل كده، أشيل دي من هنا. حلو، بتجيب القطاعات عندنا، نختار إيه؟ البعض بيستخدمها بالقطاعة الصغيرة ديت، والبعض بيستخدمها بديت، أما دي لأ، دي بتاعة فطاير. بالشكل ده كده نعمل لنا بقى 50 60 70 80 واحدة. شيش برك باللبن، يعني لبن زبادي. طبعا ده بيتعمل بلبن الجميد، ده معروف طبعا في الأردن وفلسطين وفي لبنان، احنا بنعمله باللبن الزبادي العادي. ناخد العجينة دي نشيلها على جنب علشان ممكن نستخدمها استخدامات أخرى. عندي حتة اللحمة المفرومة اهي، هتبلها وانا شغال كده بمعلقة دبس الرمان. هعمل واحدة واتنين بس مع حضراتكم كده شيش برك، علشان دي مهمة جدا، وسيبوني بقى اعيش مع حشوة الشيش برك. حلو الكلام؟ سريعا كده. اللحمة دي هتتبل بيها يا شيف، معلقة دبس الرمان، فص ثوم صغير، ونقلبها كده. حلو، شوية ملح، شوية فلفل. خدت اللحمة لون، خدت طعم، اللي هي جوه الشيش برك. وانا شغال. تفاصيل بقى ازاي؟ واحدة واحدة كده معايا. سريعا. ناخد العجينة دي كده. واخد حتة اللحمة الصغيرة بسن الشوكة كده والمعلقة. عيني. اهي. واقفل عليها كده. شفت الجو ده كده؟ والفها كده. نعمل واحدة واتنين مع بعض. عيني. حاضر. زي الفل. يلا اهي، اللهم صل على النبي. ازاي نعمل الشيش برك يا شيف مغازي؟ علشان لو عازمين حد من لبنان، من سوريا، الشوام، حبايبنا رمضان بيحب العزايم، وكمان حبايبنا اللي بيتابعونا في دول الشام كلها. شيش برك، ودي اكله مشهوره كمان في الدول العربيه على فكره. بنفس الطريقه. تاني. العجينه بعملها كده زي الفل. واحده كمان اهي، واقفل العجينه كده اهي. القفله دي مهمه جدا عشان اللحمه ما تطلعش بره، ولما تنزل في اللبن الحشوه ما تطلعش في اللبن، دي مهمه جدا. اقفلها كده. عيني. حاضر. يا واحد. واقفلها كده. خلاص قربت اخلص، لان عايز اعمل شويه كتير، لان الاكله دي كمان ممكن تقعد لبكره تاكليها على فكره. اهي شيش برك، لحمه تبلتها بدبس الرمان، بفص ثوم ناعم صغير كده ما يبانش في قلب اللحمه، تاخد طعم يعني. ممكن تحط اللحمه على فكره زي ما هي. جالي سؤال دلوقتي من الكنترول بيقول لك يا شيف مغاز نقدر نحط اللحمه دي مع الصاجه؟ لا، لازم اللحمه تكون نيه، ما ينفعش اللحمه تكون مستويه، اللحمه تكون نيه. بالشكل ده كده. اخر اتنين مع بعض. هيستوي ازاي ده يا شيف بقى؟ زي ما هي كده، لان العجينه بتاعتي داخلها معلقتين زيت وبدون خميره على فكره. العجينه بتاعت الشيش برك لازم لما تيجي تعمليها بدون خميره. وهنسويه في الفرن دلوقتي نشمعه. يعني ايه نشمعه؟ يعني ما تسيبيش، ما تستنيش عليها لغايه لما تاخد لون بالشكل ده كده. ده الشيش برك، هندخلها الفرن مع حضراتكم سريعا. اللهم صل على النبي. في قلب الفرن، درجه الحراره عاليه. تمام، يبقى انا معايا الشيش برك في قلب الفرن،
ومعايا كمان الفاهيتة في الفرن. انا عايزك ازاي تنظمي وقتك وتكسبي وقتك، ده مهم جدا على فكرة، علشان تقدر تطلعي الفطار في وقت واحد وفي درجة حرارة 180. نيجي لللبن، اخبار اللبن ايه؟ تعالي بقى لللبن ده، عايز كده نقف وقفة فيه. الكزبرة الخضراء معانا، التوم معانا، وتعالى نشوف هنشتغل برضه. تقفي جنبه ما تعمليش اي حاجة غيره هو بس. هنعمله بالسمنة. ممكن نعمله بزيت زيتون؟ لا، معلقة سمنة حلوة كده محترمة من التلاجة اللي جاية مع حماتك. الحما بتخشش فاضية، شوية سمنة حلوين، شوية فطير، الحاجات الحلوة دي تشيلها في التلاجة. والله يا حماتي انا عاملة لك النهاردة طبخة الشيف البغاز عملها من الشام بالسمنة البلد اللي انت جبتيها، يعني فيها ايه بركتك. ادي التوم، عينيا عينيا، زي الفل. مخرجنا حبيبي وحبيب والديك. شفت الجو ده كده؟ التحميله دي مطلوبه. اوعي تستنى على التومه لما تاخد لون، دي مصيبه، خلي بالك. اوعي تستنى، استنى بس تاخد لون كده برونز شويه. اتفضلي شيش برك معايا، اللهم صل على النبي. بص عليه كده بصه، شيش برك، ايه الجمال والحلاوه دي كده على مغرف السبوسه بتاعتي. نكمل طبخه اللبن. كزبره خضراء، تومه، معلقه دبس الرمان، البهارات بتاعتنا، شويه ملح، شويه فلفل، كمون وكزبره. لا خلي بالك، ونقلب دول كده. عندنا اللبن اخباره ايه؟ اهو شفت الجو ده كده؟ اهو 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 اهو. ونرفع كده ونحط دي كده على النار، وننزل بكل الطاسه تاني كده. ده الشغل، شفت بقى؟ دي الطبخه بقى. ادعي لي بقى لما تاكلي من الاكله دي. يا ويلي يا ويلي. ألف هنا وشفا للي ياكل. فين الشيش برك مكانه هنا؟ هينزل على اللبن ده كده. بس خلاص. ناخد الشيش برك بتاعنا، حلو ده كده. بص عصافير يا باشا، أهي أهي في قلب الشيش برك. تاني. كده. أيوه. بيتبخ. شفتوا الأكلة دي؟ يلا 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 يلا، جيب لي اللي هو. يلا. حلو زي الفل، ونقلب غلوه يعني. بص يشم بس النار شويه بس، خلاص خلص الاكله بتاعتي. الاكله دي هتدعي لي، دي عدلها رز بشعريه. دي حاجه، ودي حاجه خالص. مخرجنا الجميل سأل سؤال حلو قوي، بوجه له تحيه كبيره. قال لي ايه الفرق بينها وبين الكشك؟ ده حاجه وده حاجه يا شفيق خالص، بس انا حبيت الساده المشاهدين يعرفوا نظرتك للمطبخ. حلو. نغرف مع بعض الايه؟ كشك. ده كشك السعيد عملناه من يومين. الله على الاكله دي، الله على الاكله دي. يلا يلا، صلي على الحبيب، قلبك يطيب. شيش برك في قلب اللبن. ده. اللهم صل على النبي. يا ويلي يا ويلي، هو ده. تمام. الجرنش بتاعنا او البرزنتيشن بتاعنا. حاجه لطيفه كده واحنا شغالين. ممكن نعناع يابس، نعناع ناشف، زي ما انت حابة. ألف هنا وشفا للي ياكل منها. تعالوا شوفوا اللي بعده. أنا دلوقتي عايز أعمل شوية سمبوسة بالفراخ. أعملها إزاي يا شيف؟ مقاديرها على الشاشة. سمبوسة، ومعانا لحم دجاج مفروم، ومعانا معلقتين دي، دول معانا من اول الشهر الكريم، مخلوطين في الميه، والمقادير على الشاشه. تاني معانا دجاج مفروم، ومعانا كمان معلقتين دي مخلوطين بشويه ميه، ميه عاديه من الحنفيه، وعجينه سمبوسه، وبصله ناعمه، وفص توم. طب انت بتعمل ايه دلوقتي يا شيف؟ اللبن بتاع الشيش برك خلي بالك عينك عليه، من وقت للتاني لازم تقلبيه علشان ما يشيطش منك ويطلع ريحه من الشياط، وده ملوش علاج خلي بالك. اللبن لو شاط خلاص خلصت، لازم تغيريه لان الاكله كده باظت. طبعا ايه المقادير بتاعه اللبن يا عم الشيف؟ تسلم ايديك يا حبيب قلبي. بتحط على اللبن ده شويه نشا، انا ما كانش عندي نشا، كان خلص. اخويا مصطفى دخل لي النشا حبيبي اهو، وبحطه كده مع اللبن. معانا في المقادير بيضة، باخدها زي ما هي كده،
بكسر البيضه اهو. شفت البيضه اللي نزلت على اللبن ديت؟ هي دي اللي بتديله القوام، بتديله الشخصيه. ونقلب كده اهو. دي طبخه اللبن. الشيف الشاطر والست الشاطره ان اللبن ده ما يبرغلش منها ولا يقطع منها ولا يفرط منها ولا يتقل منها، كل ده اهو. وتقليب مستمر اهو اهو، وعلى نار هاديه اهو. نشوف قوامه دلوقتي مع بعض اهو. تقدري تعملي كوبيبه باللبن، تعملي لبن امه مع اكله معروفه كمان شكريه باللبن اهو. ايوه الصبيت ماشي ولا مالي يا استاذ رحاب؟ حاضر عينيا حاضر. في واحده اتصلت من على السوشيال ميديا، بنوجه لها تحيه كبيره. كل سنه وانتم طيبه، وكل اللي على السوشيال ميديا بنقول لكم كل سنه وانتم طيبين. تابعونا لو فاتكم الوقت الساعه 2، تابعوا الحلقه مباشره على القناه الاولى والصفحه الرسميه طبعا، وكمان صفحه اكلتكم اه. اللبن يحتاج مني شويه شوربه، بحط ممكن تعمليه بشوربه الفراخ، شوربه لحمه، تضيفي للبن ده. العب هو ده حمام محشي فريك، ده لسه ما عملناهوش. ده بتجيبي جوز حمام وتجيبي الفريك، ما يحب الشريك، يتشوى على النار مع بصلايه والتومه زي الفل، ياخد قرفه ناعمه وفلفل اسود، وبعد كده يستوي نص السوا ونحشي الحمام بتاعنا بعد ما نتبله من الداخل والخارج، وينزل مع بوكيه جرنيه ميه مغليه على النار علشان ما يفكش منك. اما بالنسبه للسبيط على طريقه الشيف، انا شخصيا بحب اكل السبيط مقلي. بنجيب السبيط زي ما هو كده، يتقطع رفيع جدا زي البطاطس المقليه، وبعد كده بنتبله ونحطه في الدقيق لمده نص ساعه. يطلع من الدقيق شكل مش هتعرفيه، هتلاقيه متغلف كده خلطه لطيفه. ترش عليه رشه ميه حلوه، وقول وانت بترش الميه، رش الميه مش عداوه، رش الميه بقلاوه، وتحطيه في قلب الزيت يتحمر معاك ويطلع كاريزما. اللبن اللبن خلاص كده طلع معايا، بخليه على جنب. انا ما عملتش اي حاجه غير ادي اللبن اقلبه كويس، لان لو سبته ثانيه هيشيط مني اه بالشكل ده كده. شوف قوامه مع بعض يلا اه. ايه الاخبار؟ بص كده القوام اللبن ده كده اه، ده زبادي اه اه اه. شفت اهي، دي علامات ان اللبن ظابط معاه اه اه. ده كان زبادي اه 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 اه. اطلع لغايه الكرين فوق اه. مين معانا على الكرين اه اه اه. حلو، هياخد لسه الخلطه بتاعته. نعم يا استاذ رحاب اه. حلو، سؤال وجيه جدا. بدل الفراوله في الباستا فلورا اعمل التوت؟ اي نوع مربى في الباستا فلورا ما بتقولش لا، ما عدا مربى واحده بس انا مش بحبها. حلو، مربى التين بيبقى فيها بذر صغير كده، ده بيضايقني بصراحه، بس ممكن تحبوها يعني. حلو الكلام، بس مربى الفراوله بتبقى حلو. نعم يا برنس اه. استاذه ماجده هدي حاضر، ده اعمل الديك الرومي على الفطار. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ديك رومي وزنه 5 كيلو اكيد. حلو، بنجيب هدي حاضر. الديك الرومي عشان نعمله وزنه 5 كيلو. بس خلينا بس قبل الديك الرومي في حاجه معينه عايز اقولها. انا عندي طاستين على النار، طاسه هشوح فيها الفراخ دي عشان الف سمبوسه، طبعا اللافف وجاهز، بس انا لازم اشوحها مع حضراتكم واقول لكم بتتعمل ازاي، واعمل واحده او اتنين. وطاسه تانية بعمل فيها الطشه بتاعت اللبن، مش طشه الملوخيه ولا طشه فته، طشه اللبن، طشه اللبن غير الطشه بتاعت الملوخيه وطشه الفته. دي كزبره خضراء وتومه، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. فمطلوب ان النار تسخن هنا وتبقى الشغل معانا زي الفل. تعالوا نشرح الديك الرومي بيتعمل ازاي. الديك الرومي بيتجاب 5 كيلو، يتغسل كويس من الداخل والخارج، ونعمل له مساج حلو بمعلقه عسل، معلقه قرفه، معلقه فلفل اسود، معلقه مستردة، ونمسك الديك الرومي من بره من جوه ندلعه اخر دلعه. عايزه تحشيه فريك، هتسوي الفريك نص سوا وتحش تخلي الفريك في قلبه. عايزه تعملي رز بالخلطه، تسوي الرز نص سوا مع كبد وقوانص او لحمه مفرومه وتدخليه في قلبه، وتقفليه كويس بتسبيكس او بخيط، وتحطيه في صينيه زي الباشا كده حواليه تشكيله من الخضار، بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل اللي في الثلاجه كله، وتحط عليه شقشاء ميه وتقفليه كويس قوي قوي قوي. وزنه 5 كيلو يقعد 4 ساعات في الفرن، وزنه 4 كيلو يقعد 3 ساعات في الفرن. نزلي رقم 1 من الوزن، 5 حطيه 4، 4 حطيه 3، 3 حطيه 2، وهكذا. افتكري كلامي ده وانت بتحطيه في الفرن، ولو حصل حاجه اتصل بيا وقولي لي، انا ادفع ثمنه مباشره على طول. طيب نرجع لموضوعنا، الطشه بتاعت اللبن كده. احنا طبعا قعدنا نرغي كتير علشان الطاسات تسخن معانا، ونشوف ازاي هنشتغل. اول حاجه الطاسه دي للفراخ، ننزل بيها كده
عايزك تبقى شاطره في المطبخ زي كده. هتقولي الشيف المغازي بيشتغل بسرعه والراجل ده انا هلاحق وراي ازاي، وانا عارف ان الكلام ده بيتقال في حقي وارد، بس انا عايز اقول لك على حاجه. احنا العالم كله بيتابعنا، حلو، احنا بنشرح الفكره وبنشرح ازاي تقف في المطبخ زي ما قالت الست ام كلثوم: واثق خطواتي يمشي ملكا. ولكن انت ليكي تركاتك وليكي طبعا اسرارك في المطبخ وترتيب مطبخك. يعني انا مثلا قلت لي يا شيف مغازي المعلقه الفلانيه والشكل الفلاني فين، حافظها كل حاجه في المطبخ انا رصصها بايدي عشان اقف رايق وفايق وعارف كل حاجه معايا ازاي. عينيا الاثنين اهو، هسيب الفراخ تتعصج، دي فراخ مفرومه، صدر فرخه جبته فرمته وحطيته على النار مع بصلايه مع فص توم مش هنزل بيه دلوقتي، وعصج الفراخ دي اللي هي زي اللحمه المفرومه، توابلنا ملح وفلفل وزعتر، وبعد كده تبرد واللي فيها سبوسه عشان كده انا لفيفها وجاهزه معايا. خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير وهنزل السبوسه اللي اتلفت مسبقا دي تتحمر في الزيت. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. وما زلت مع تقليب اللبن، لان هو اللبن ده طبعا لازم يتحط بطريقه صح وحساس جدا، وزي ما قلت لحضراتكم لازم تسمعي صوت المضرب في ارضيه الحله وانت بتقلبي. سمعت صوت غير صوت المضرب في الاحتكاك بالمعدن اعرف ان اللبن ده شاط منك. اه سامعين الصوت ده كده؟ اه واللبن ياخد القوام بالشكل ده كده. اه هنعمل له الطش مع بعض. احنا عرفنا فكره لف السمبوسه الاول، كانك بتلف لفه لحمه مفرومه، بس اهم حاجه التتبيله. التتبيله بتاعتنا عباره عن فلفل بابريكا، انا بحب دايما البابريكا الحلوه دي كده، وملح وفلفل، شويه زعتر، كمون وكزبره بريئه، كمون وكزبره بلاشها خالص هنا. اه ويا ريت لو معلقه دبس الرمان تبقى انت كده شجعتيها. اه زي الفل. هناخد دول يا عم الشيف نقلبهم مع بعض. ده بالنسبه للسمبوسه بالفراخ، اللي بيحب الفراخ ومش عايز لحمه اه بتخليها تبرد. واذا عينيا واذا في وقت ان شاء الله نلف لنا 2 3 4 مع بعض باذن الله. نطلع السمبوسه بقى اللي اتحمرت من قبل اه، بص عليها كده عمنا، يوعدك بزياره النبي. اه اثبت شويه زي الفل. تمام، نطلع الفراخ دي على جنب كده. اوعى تلفي سمبوسه بلحمه او فراخ وقبل ما تبرد، خلي بالك العجينه هتبوظ منك وتزعلي، ترجعي تقولي الشيف المغازي قال. اه دي تبرد نلفها زي ما احنا عايزين بقى بالشكل اللي احنا حابينه. حلو قوي، اللهم صل على النبي. شويه سمبوسه بيتكلموا مصر بالفراخ، لا باللحمه ولا بالدجاج. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اللهم اني صايم. لا لا، عايز اقول لك الصوت جوع. اه حطها هنا جنب الفايته زي الفل. وهنكمل مع بعض طبق الكنافه. عايزين نعمل مع بعض طبق كنافه النهارده يكسر الدنيا. تعالوا نشوفوا هنعمله مع بعض ازاي، ونستاذن فريق العمل الجميل مقاديره على الشاشه. ازاي نعمل كنافه من غير فرن؟ كنافه عندنا نوعين في السوق، يقول لك كنافه طرح يعني سليمه زي ما هي، دي اللي بتتعمل مبرومه، حلو الكلام. وفي كنافه عاديه، تاني السؤال ده، في كنافه طرح بتلاقيها عند الراجل بتاع الكنافه ودي بتتحجز بالطلب اللي هي بتتعمل مبرومه، وفي كنافه عاديه. دي الكنافه العاديه بتجيبيها وممكن تكون بايته عندك في الثلاجه بقالها وقت كبير، مفيش اي مشكله، بتجيبيها وتكسريها بالكبه وتجيبي سمنه بلدي وتحمري الكنافه كده في قلب الطاسه واحنا شغالين. اه طبعا انا عامل الكلام ده قبل الشغل، قبل ما نطلع هوا. اه دي الكنافه اهي، قعدت اقلب فيها كده زي الشعريه لغايه لما خدت لون. دي طريقه. الطريقه الثانيه ترصيها في صينيه وتحطها في فرن كانك بتحمري توست لغايه لما تاخد لون وتطلع تكسريها. طريقه ثالثه برده سهله، حطها في الفريزر تتجمد، وبعد ما تتجمد هتطلع تلاقيكي تلاقيها ماسكه نفسها، تكسريها بايدك وتحمريها. دي طرق سهلة انك تعملي الطبق ده كده. اه حمرنا الكنافة في سمنة بلدي، وهي بتتحمر في سمنة بلدي بنحط عليها شوية مية زهر. اه
حاضر عينيا. الكبده الاسكندراني، بنجيب الكبده نقطعها عصافير زي اللحمه اللي كانت بتتقطع من شويه، ده الكبده الاسكندراني. وبنوجه تحيه كبيره لاخواننا في اسكندريه، بنحط عليها توم، فلفل حار، معلقه خل، شويه كمون، وكتر الفلفل الحار شويه عشان بحبها سبايسي. وفي قلب طاسه شديده الحراره حط ربع كوب من الزيت، يسخر الزيت جامد جدا، انزلي بالكبده بالخلطه بتاعتها وقلبيها، وبالف هنا وشفا حطيها في سندوتشات، قدميها مع بطاطس مقليه حسب الرغبه. احنا كده وصلنا لمرحله تحمير الكنافه بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها، وفي نفس الوقت كمان يا شيف مغازة عملنا ايه؟ حطينا عليها شويه ميه زهر. معانا الشربات، ده شربات بتاع البسبوسه وبتاع الكنافه، بننزل كده، سامعين الصوت ده كده؟ ده اللي حابب ياكل كنافه من غير ما تخش الفرن. شايفين الجو ده كده؟ الله على الكنافه. خدت سمنه، خدت ميه زهر، خدت شربات، ممكن تحط فستق حلبي. هاخد الكنافه دي ونجيب طبق التقديم بتاعنا الحلو. حلو الكلام؟ واحنا مع بعض كده واحده واحده، طبق زي ده كده. الله اكبر، الله اكبر. ونحط ده هنا كده، وناخد الكنافه ننزل بقى هنا. ميزه الطبق ده يلم العيله كلنا، نتلم عليه كده وندوق ونشوف. الشيف المغازي عمل اختراع النهارده. وريحنا من قصه الفرن. نشيل دي هنا كده ونفرد الكنافه بشكل حلو عشان هينزل عليها القشطه دلوقتي واحنا شغالين مع بعض. اللهم صل على النبي. طبعا في تفاصيل عدى كده يا استاذ شفيق، انا عارف انك انت مبدع. شايفين الجو ده كده؟ دي الكنافه داخلها شربات وداخلها ميه الزهر، ولسه هنغلفها دلوقتي بحاجه حلوه اللي هي القشطه بتاعتنا. حلو قوي. معانا قشطه محطوطه في قمع عادي زي الكريم شانتيه اهي، بناخدها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده. الطبق ده مميز. عينيا حاضر. حاجه جديده. جيب فستق حلبي بقى وزيناها بيه كده، هتتكلم مصري على طول. ده من المطبخ الشامي على فكره. كل القشطه هنزلها عشان يبقى يومنا قشطه بألف هنا وشفا. كنافه ما دخلتش فرن، ولكن ذوق الطعم بجد هيعجبكم. الكنافه مستويه واخده الشربات ميه الزهر، واخده كمان الشربات بتاعها، وواخده القشطه بتاعتها. معانا فستق حلبي هنا، ممكن نحطه على الوش مفيش مشكله. معانا شويه فستق اهوت، لقيتهم تمام زي الفل. اللهم صل على النبي. انا بحب اعمل حاجه كده يعني ايه، تملى عينيا من الاخر يعني، عشان حضراتكم تعرفوا برضو ايه سر الشيف المغازي. دي ناقصه حاجه، ما اقدرش انهي الحلقه غير لما احط الحاجه ديت. مخرجنا الجميل يوعدك بزياره النبي. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الحلاوه دي؟ ده الفستق الحلبي.